السؤال اللي بعده، ملف عدد لفاته 100 لفة سقط من موضع X إلى موضع Y. واضح إن عدد الفيض قل، لأن الفيض ما هو إلا عبارة عن عدد خطوط الفيض اللي بتخترق المساحة، هنا عدد وهنا العدد أقل. ماشي. كما في الشكل، خلال معاك زمن دلتا تي بواحد من 10 ثانية، فكان متوسط قوة الدفع فيه الإي ام اف المستحثة، الإي ام اف المستحثة 2 من 10 فولت. فإذا كان الفيض المغناطيسي عند النقطة إكس بيساوي، او عند الموضع ده الفيض بيساوي كام بقى؟ يبقى فاي ام في الحاله الاولى 5 × 10 سالب 4. فان الفيض المغناطيسي عند واي هيساوي ايه؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي الحاله الاولى وهو عند اكس، والحاله الثانيه عند واي. الفاي ام في الحاله الاولى 5 × 10 سالب 4، عايز الفيض في الحاله الثانيه كام؟ احنا هنستخدم قانون فاراداي اللي بيقول لك ان الاي ام اف، وهنا لاول مره السالب هتبقى مهمه جدا في الحل، الاي ام اف هتبقى سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي. طيب هسيب الدلتا فاي مش هفكها دلوقتي، الام اف طالعه بالموجب، طالعه بالموجب، ده يدل على ان فعلا الفيض تناقص، وهسيب السالب هنا لان هي اللي هتساعدني في الحل. عدد اللفات هيبقى 100، وهنا الدلتا فاي سيبها مجهوله على الزمن اللي هو 1 من 10. هيبقى عندك هنا الدلتا فاي هتساوي 2 من 10 في 1 من 10 على 100، وهتطلع بالسالب. تمام. يبقى انت عندك الناتج هنا 2 × 10 سالب 4، 2 × 10 سالب 4 بس سالب. طيب الفاي دي عبارة عن فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 طلع بالسالب 2 × 10 سالب 4. فاي ام 2 دي اللي احنا عايزين نعرفها، فاي ام 2. فاي ام 1 كانت 5 × 10 سالب 4، وادي سالب 2 × 10 سالب 4. عايزين فاي ام 2 في مكانها نسيبها، فاي ام 2 في مكانها نسيبها، هنودي السالب الناحية التانية، سالب 5 × 10 سالب 4 هيبقى بالموجب، هيبقى 5 × 10 سالب 4 هتروح الناحية التانية بالموجب، وهناك في سالب 2 × 10 سالب 4، 5 هتشيل منها 2 على أساس 10 سالب 4 المشترك، هيبقى 3 × 10 سالب 4. يعني الاختيار الصحيح هيكون ب، ولو ما كنتش خدت في اعتبارك السالب كنت ممكن تودي هناك وتودي ده بالموجب، وده كان هيبقى بالموجب وكان هيتجمعوا، كنت هتحصل على الإجابة جيم، لكن الإجابة الصحيحة هي ب. لازم تبقى فاهم إن الفاي إم في الحالة التانية قل عن الحالة الأولى، بس جايب لك ب ودال الاتنين قلوا، بس أنت هتختار بناء عن الأرقام اللي معاك في المسألة.